الحقيقة في بداية
آه ويلي. يعني سنة بلد طبيعية وحصل فيها طبيعي. يعني فيها أقل ميجور تيست كومباتيبلتي موليكيولز. واو. هل ده مأثر على الشاشة هنا؟ لا. آدي بقى النوع الثاني. لا خلي بالك بقى. اسمها تي هيلبر سيل. اسمها إيه تاني؟ هيلبر من اسمها كده بتساعد. مفاجأة بقى. بتساعد التي. وتساعد البي وتساعد النالزكس. هذه مساعد. طيب بتعمل ايه؟ كانها انتجن بريزنتنج سيل. كانها ممكن تسيب ايدك وتبص هنا في ريسبتور عليها ولا لا؟ مش دي النيوكليس بتاعتها؟ ده ريسبتور اسمه تي سيل ريسبتور وده بروتين. فاكرين سي تي بروتين؟ بس مكتوب رقم كام؟ 8 ولا 4؟ دول اهم تو سيلز في التي سيلز. مين فكرني اسامي البروتين؟ كان في سي دي 3 و4 و5 3 و5 و3 و5 يبقوا 8. اهم اثنين 8 اللي هي التي سايتو ايه؟ توكسين و4 اللي هي التي هيلبر. طيب دكتور حتى خدت بالك ان انا رسمه البروتين ده مزجزج كده؟ لا خليك. دي بقى عايزة اتعلم يعني ايه انتجين بريزنتنج سيل. فاكر الوظيفة بتاعت الماكرو ايه؟ فيج. قلت لك هفهمها لك كمان شوية. دي ماكرو ايه؟ عرفت ان دي ماكرو فيج. سيرفس ده ريجلر ولا ايه ريجلر؟ عشان فيها سودو ايه؟ طيب ايه ده؟ مش كان فيها رفض الدوبلات ودي قصدي النواة اللي هي بتاعتها تبني ايه؟ حد فاكر بقى المنظر ده؟ ده ميجور تيست كومباتيبلتي 1 ولا 2؟ 2. طالما انا انتجن بريزنتنج سيل الاقي الام اتش سي ده اسمه 2 ميجور تيست كومباتيبلتي موليكيول رقم 2. لكن لو انا سيل طبيعيه عاديه مش قبوله هلاقي نفسي نمبر 1. طيب هنا دي نمبر كام؟ 2. طيب مين خد باله؟ حد فاكر كلمه فاجوسايتوزس؟ الاحمر ده ليه؟ بكتيريا. دلوقتي انا ثلاث البكتيريا عملت لها انتو فاجوسايتوز. مين يجي يهاجمها؟ حد فاكر الماكروفيج كانت مليانه غير لايزوزوم؟ تيجي تحاول تاكل البكتيريا تكسرها فاجوسايتوز ولا لا؟ مش هتعمل لها كومبليت دايجيشن، هتعمل لها بارشال دايجيشن. بص يا دكتور هتكسرها فاجوسايتوز صغيره شايفينها؟ مين اتصنع هنا؟ الجلايكوبروتين اللي اسمه ميجور تيست كومباتيبلتي 2 موليكول وتطلعها على السيرفس ولا لا؟ طيب وتطلع موليكولز من الايه؟ على السيرفس؟ من البكتيريا. يعني من الانف. اول ما الانف من يمسك في مين؟ في ام اس اتش ام سي اتش 2 يعمل انتجن ميجور تيست كومباتيبلتي 2 كومبلكس. طيب ده يجذب مين؟ التي هيلبر. مين يفكرني؟ ادي مين دي؟ الماكروفيج. ومين ده؟ قول لي سميته ايه ده؟ انتجين ميجور تيست كومباتيبلتي 2 كومبلكس. طيب مين دي؟ مش دي تي هيلبر؟ وده تي ريسبتور وده ايه؟ سي تي كام؟ 4. طيب ملاحظ ان ليه حته كده زي الابره؟ طيب دي تمسك في الانتيجين ميجور هيست بوك يعني تمسك الحاجه اللي على السيرفس بتاع الماكرو فيج. دكتور والابره دي تثبت مكانها. ما هو هنا في مكان على حرف الاف ده ياخد يستقبل البروتين اللي هو 4. حد فاهم انا بقول ايه؟ لا نقولها تاني. مين ده؟ طب مين دي؟ اكلت ايه؟ البكتيريا وطلعت موليكيولز منها عملت لها كومبليت دايجيشن فتكتبها خالص ولا كسرتها عملت فارشل دايجيشن وطلعت فتاكيت من البروتين بتاعها على السيرفس بتاعها. طب مش انا مطلعه حاجه؟ مين الريسبتور؟ الميجر هيست كومبتيبلتي موليكيول اهم نوع 1 ولا 2؟ 2 اللي بيبقى على الانتيجن بريزنتنج. اول ما تلبس البكتيريا في اما ام سي ام اتش سي يعمل ايه؟ انتجن. سمعوني بقى اسمها انتجن ميجور ديسكومبتيبلتي 2
complex. Data set mean G helper set. And G helper G تعمل ايه؟ تلبس فين؟ تلبس فين؟ تلبس ريسبتور من انتجن عليه. اول ما تلبس فيه الG helper G تفرز حاجه اسمها interleukin 2 نورمالتي. Interleukin 2 ده بيستميليت بروليفريشن اوف مين؟ الجي هيلبر على الاوبيزي. ثم الجي هيلبر تفرز مواد اسمها ليمفوكاينز. اسمها ايه؟ الليمفوكاينز استميليت بقى الثلاثه كل جهاز المناعه. مين ومين ومين؟ البي والجي والمنشا كده. مين بيقول لي ده انا بقوله تاني؟ القصه كلها بتبتدي بالماكرو ايه؟ ده انتجن بريزنتنج سيل. ما دام انتجن بريزنتنج سيل يبقى في انهي نوع من ميجر تيست كونفتيبلتي موليكيول؟ تو نورمالتي؟ طب ادي ميجر تيست كونفتيبلتي موليكيول تبع السيلز حبايبي. ثم هي اكلت مين؟ اكلت البكتيريا كسرتها في واحد اللايسوليت الى فتافيت صغيره. الفتافيت منها دي طلعت مسكت في مين؟ اول ما تمسك فيه تعمل انتجن ميجر تيست كومباتيبلتي تو كومبلكس. حبايبي الميجر انتجن ميجر اول ما يلبسوا بعض كده اتراك مين؟ تي هيلبر. التي هيلبر تروح فازه ايه؟ انتر يوكن كام؟ تو. خلي بالك هي فيها حاجتين تو ميجر تيست يعني الميكروفيج يعني الرقم تو ده بيتكرر هنا مرتين في الماكروفيج في الانتيجن بريزنتنج سيت في ميزو تيست كومباتيبلتي مولكيول رقم كام؟ 2. وكمان التي هيلبر هتفرز انترليوكن 2 والتاء هتفرز انترليوكن 2 ده سيستيت بروليفريشن لمين؟ هي كلمه بروليفريشن دي تعمل بعدها اكتيفيشن يبقى هفرز ليمفو كاينز. الليمفو كاينز دي هتاكتيفيت ثلاث حاجات كل جهاز المناعه حد فاكر الجي سايتوكسيك مثلا؟
وبعدين قبل ما يحصل لها اكتيفيشن عددها الاول ايه؟ يزيد ثم ما يحصل لها اكتيفيشن. طيب ايه رايك الحبه اللي بقوا اكتيفيتد دول قبل ما يهاجموا هما اتعرفوا على شكل الانتن ولا ولبسوا في الريسبتور والكلام ده كله؟ في منهم يكمل ويفرز بالفورينز فاكرين تدمر السيل برين وتدمر البكتيريا او الفيروس انفكت سيل، وفي منهم يتحول لحاجه اسمها تي ميموري سيلز. تفضل فاكره شكل مين؟ انا اوريدي اكتيفيت مش لسه هبقى اكتيفيت، بحيث لو نفس البكتيريا دخلت تاني. دكتور سمعت ان واحد دكتور اسمع لي لو جاله تشيكن بوكس ما يجيبوش تاني؟ يقول له اصل الجسم اتكسر فيه مناخ. يعني ايه اتكسر مناخ؟ اصل شويه من اللي حصل لهم اكتيفيشن ما يكملوش يفضلوا يطلعوا بره بس لهم تي ميموري سيلز. وعلى فكره لما يحصل في البي لمفصائل اسميها تي والثانيه اسميها بي ميموري سيلز يفضلوا فاكرين شكل مين؟ وهو في اي مرحله كان اكتيفيت بس ما بيكملوش. عشان لو نفس البكتيريا دخلت ايه؟ هاخد وقت في التعرض؟ هاخد وقت في اني امسك الانتجن في الميجر تيست كومباتيبلتي واطلعها على السيرفس واني استدعي؟ ابدا، كل ده انا اوريدي عديت فيه، انا اوريدي اكتيفيت. هاخد وقت اني اتحول من ان اكتف لاكتف؟ لا، طالما انا بقيت اكتيفيت سميت نفسي ميموري ايه؟ Keep it defend the body against the same antigen on the second exposure to the same antigen. يبقى لو انت فهمت انهي immune response اصعب؟ طبعا السكند. طب ليه الاعراض ما تظهرتش عليا مع ان الميكروب ده؟ عشان انا كان عندي تي ميموري سيلز اللي دفعت عن الجسم ضد نفس الفيروس لو دخل المره الثانيه. ليه المرة الثانية ما لحقتش الأعراض تظهر؟ ما خدتش وقت لا في التعرض ولا إني أستقبله على السيرفس ولا إني أبعت أنبأ للتي ولا الكلام ده كله، ده أنا أوريدي تي أكتيفيتد. فبمجرد ما الفيروس يخش يعمل انفكشن أنا بيحصل عندي التي ميموري سيلز تعمل دايركت ديستركشن وتدمر السيل. صحيح الميكروب دخل وصحيح عمل انفكشن ومين ده اتحربته ساعتها؟ التي ميموري. فما خدتش وقت ان الاعراض تظهر. مش تسمع ان في حاجه اسمها انكيوبيشن بيريود للمرض؟ فضل للحضاره يقول لك ايه هو تعديل في الحرج بس المرض ظهر عليا لما رجعت. خدت اسبوع على ما ظهر عليا. انكيوبيشن بيريود ده الوقت اللي حصل فيه ايه؟ التليفون اللي جهاز المناعه ما كانش لسه اشتغل فالاعراض ظهرت عليك. طب تاني مره انا اوريدي الميموري دي كانت اصلا تاني مرحله اكتيفيت التي او بي انفصلت. هنشوف التي وهنشوف البي. يبقى مش هاخد وقت ده في ايه؟ ما تعرفش ولا اني طلعت البيت تست كومبتيبلتي ولا ان الانتجن مسك فيه ولا اني عملت بروليفريشن. كل ده تم اوريدي وانا انهي مرحله؟ اكتيفيت التي او بي. اكتيفيشن بيريود مش في موجود والميكروب دخل تاني مره بس الاعراض ظهرت لانه قضي عليه قبل الاعراض ما تظهر. دكتور على فكره في تي ميموري سواء لمين او مين؟ للتي سايتوتوكسيك او للتي هيلث. طيب جالا ودلتا تي سيلز دي اول مره نذكرها انا شخصيا كانت جديده عليا. انا عارفه اسمها التاني ما كانش جديد عليا اسمها انترا ايبيثيليال ليمفوسايتس. يعني ايه انترا ايبيثيليال؟ مين فكر لي الليمفوسايتس دي اصلا خليه في ايه؟ الدم. بس انت شرط الدم ولا بره بتتفرج على التشو؟ على التشو بالذات الانسجه الليمفاويه الليمفوسايتس عموما. دكتور ده بيقول ايه انترا ايبيثيليال؟ الدم. يعني دي اتصنعت فين؟ دي نوع من تي يبقى صنعت فين؟ في الستايلز. بدأت تصنيعها في البومة بس كملت فين؟ في الستايلز. وبعد كده هدرت مش راحت في الدم راحت في الابيثيليا وسميتها انترا ابيثيليال تي لمفوسات. وات از مينت باي انترا؟ يعني جوه انسايد الابيثيليا. دكاترة يعني هي بعد ما تطلع
تهاجر وتستقر مش في الانسجه الليمفاويه بقى، تستقر في الابيثيليوم. دكاتره ليه سموها جاما ودلتا؟ حد فاكر الريسبتورز؟ الريسبتور تي سي الريسبتور تي بيبقى فيه تو تشين، مش هي جلايكو بروتين؟ طيب البروتين بتاعه فيه تو تشينز، واحد نوعين يعني، واحد اسمه جاما وواحد اسمه ايه؟ يبقى دي تشينز اللي موجود على مين؟ على السيرفس ريسبتور. ليه انا احسن ما اقول دلتا وجاما؟ اقول ايه؟ ايه اللي بتديني؟ تي لمفوسايت. دكتور الصناعي فين؟ كيف التصنيعها فين؟ في التايمس. وهل من التايمس استقرت في فين؟ في الابيثيليوم. يعني انت هتلاقي في الابيثيليوم مثلا بتاع الجهاز التنفسي هتلاقي مليان لينفو ايه؟ طيب مين ايه بقى الليمفوسايت اللي موجوده في الابيثيليوم ده؟ انترا ابيثيليوم او جاما دلتا ليمفوسايت. تي ليمفوسايت. انا خلصت تي، خش على مين؟ البي ليمفوسايت. البي ليمفوسايت بقى تقيله، عشان دي قصه كبيره قوي. وكنت الحقيقه بقولها دايما ببساطه شديده، قصه بسيطه قوي، استنى لي شويه ايه؟ كبرنا وزودنا تفاصيل، بس اللي هينفعك ان كل التفاصيل دي مكتوبه بطريقه بشعه في البي سي ار. فلما تفهمها معايا كده الدنيا تبقى اسهل لك. فين فين وفين؟ يعني ايه هيومورال اميونيتي؟ انا بتكلم عن وظيفه مين دلوقتي؟ بي ليمفوسايت. ركز قوي، البي ليمفوسايت. تكلم هيومورال اميونيتي. اميونيتي يعني؟ مناعه. هيومورال يعني عن طريق سائل، والسائل هنا المقصود به الدم. مناعه عن طريق الدم. طيب هو اي بي ليمفوسايت هتحارب اي بكتيريا؟ لا. بص يا دكتور، ادي بي ليمفوسايت. مش انا قلت لك في البول مارك، في البول مارك بتكتسب ريسبتورز. حد شايف حرف الواي ده؟ دي الريسبتورز اللي عليه، اللي هو اميونو جلوبولين ام ودي. عارفين مالك؟ أول وآخر حرف. إم ودي. دكتور، الميونو جلوبولين واخد شكل حرف واي كده، شايفينه؟ شايف الحمرة الكبيرة دي؟ دي بكتيريا. أول ما البكتيريا، أي ولا أي أنتيجين ولا سبيسيفيك أنتيجين، دي يلمس مين؟ تخيل بقى الأنتي بودي ده بعتبر الريسبتور بتاعها. طيب اول ما يلبس في الريسبتور، بص يا دكتور، تعمل له حد فاكر كلمه اندوسيتوزس؟ ريسبتور ميتيزد اندوسيتوزس. انا بدخل عن طريق ريسبتور ودخلت الكيس اللي فيه البكتيريا اهو. مين يجي يشتغل عليه؟ لايزوزوم. وتكسره الى ايه؟ يعني كاني بشتغل كاني ايه؟ كاني انتجن ريزلتنج سيل. استنى، يعني يبقى عندي قلب نوع من ميجور تيست كومباتيبلتي موليكيولز. تو ادي الرف ايه؟ صنع لي جلايكوبروتين ده اللي هو ريسبت. دكتور ده هيطلع اللي هو الام اتش سي 2، هيطلع فين؟ ومين يطلع معاه؟ فتفوتة البكتيريا اللي طلعت في ارض. اول ما تلبس هنا مين يجي جنب؟ دي هالبرسات. اول ما تلبس فين؟ اسمه ايه ده؟ كومبلكس. ده عارف انا شغلت مين بدل ايه؟ البي بدل الانتيجين بريزنتنج سيل. بدل الماكروفيج. اللي هي الماكروفيج، مش الماكروفيج هي اللي بتقدم الانتيجين التي هيلبر. طيب حد شاطر يقول لي بقى مين ثاني من الاول؟ البي ليمفوسايت عليها انتي ايه؟ تعتبر ريسبتور بتاعها. انهي انواع انتي بوديز؟ ام ودي. دكتور اول ما البكتيريا اللي هو سبيسيفيك ايه؟ ليها، يعني سبيسيفيك تاتش مين؟ الانتي بودي. ده يعتبر تعمل ريسبتور ميديتد اندو، دخلت البكتيريا جواها وعملت لها كومبليت دايجيشن ولا بارشال
Just to come.
proteins. It allows this. We are not, I mean, bacteria. I will make you in a complex best way. And this is complex. Affect T-helper. I mean, T-helper, I mean, receptor, I mean, CD14. I will make receptor in this way. The complex cell will take the CD24. يخش المطرح هنا مين يبقى activated في هذا البروفيسر انت يمكن تو يعمل proliferation ولا differentiation proliferation ليه؟ اللي تي هلب عددها ايه؟ و البي البي مصير من اتنين يا اما تكمل مسارها الطبيعي انها تحول البلازما اللي ديفرنت للأنتج مع فريق الدم عشان تقضي على كل البكتيريا اللي موجودة يا إما حب منهم يعني مش يا إما هم حب منهم ما يكملوش يتحولوا لبي ماسلز يفضلوا قاعدين كده ما يكملوش البلازما لغاية ما البكتيريا تخش مرة طب مش أنتوا بتسمعوا إن أنا لما بطعم أطفال بديله بكتيريا إحنا ضعفينها يعني إذا هو يتعرف على الأنتج ويعمل ضده أنتي إيه؟ وبديله ساعات جرعات منشطة ايه ده جرعات منشطة؟ لما في وباء البكتيريا دي اليومين دول منتشرة اديله جرعة محفزة عارفين تحفز مين؟ الميموري هدي هيلبر تشتغل والميموري سيلز تشتغل وتروح فرزة انت ايه؟ حتى لما دخل الميكروب مرة تانية انا بسرعة تلحق الاعراض تظهر عليك؟ ينفع معايا اخر واحدة اسمها نون سيل او ناتشرال كيلر سيل فكرني لما جينا قسمنا سمول ليمفوسايتس ولارج ليمفوسايتس طب هما التي والبي قبل ما يحصل لهم اكتيفيشن يبقوا ايه؟ سمول ولما يبقوا اكتيفيتد بقوا لارج انما الغريب يا دكتور ان الناتشرال كيلر سيل وانت تفتكر ان انا ممكن اعرف افرق تحت الميكروسكوب بين البي والتي بشكل واحد بالظبط هو الخلق الاختلاف في ايه؟ في الفانكشن وممكن افرق بالمرض العلامات اللي على السطح بتاعه سي دي 4 ولا سي دي 8 ولا سي دي يبقى انا فرقت انواعه بايه؟ فاكر كلمه سيرفيس ماركرز العلامات اللي بتميزهم عشان كده اسمها ديفرنشيشن بروتين دكاترة النال بقى غريبة حد فاكر نسبتها كام؟ فكرني الكلام 5 مع 10% دكتور هي سميناها نال ايه نال ايه؟ نال بي نال تي هي طالعة فاكرين من برو ليمفوسايت البريكيرسر المصدر بتاع البي والاي والتي بس ما كملتش هل بتكمل في الثايموس؟ داز نوت ديفلوب في الثايموس هي نزلت من البون مارو وهي لسه ايه ماتيور ودخلت على مين؟ يعني نزلت بقت في الدم. الايه الريسبتورز اللي عليها؟ سي دي 16 56 و94 بس الفرق الوحيد بينها بقى وبين مين؟ تي والبي بيبان تحت الميكروسكوب انها شويه اكبر. يعني تقريبا قد اللارج للمصاري. هي ما بتاخدش وقت في التعرف ولا غيره. هي بسرعه قبل ما الميكروب يخش تروح عامله ضده رياكشن على بتحارب زي التي بس ما تصنعش في ايه؟ يا دكتور سموها القاتله الطبيعيه يعني بتحارب اي سيلز؟ البكتيريا ولا السيل اللي حصل فيها التغير؟ فدي ترانسفورم سيل يا حصل بقت نيوتراستك خلقنا بقت طبيعيه يا اما انفكتد بايه؟ يعني بتحارب نفس السيلز اللي مين بتحاربها؟ التي طيب بص يا دكتور بتحارب بنفس الطريقه كمان سيلولار للسيتوتوكسيك تي سيلز يعني سافور وكيس طيب كمان مفاجاه بتفرز حاجه اسمها انترفيرون حبيبي الانترفيرون ده بيوقف تكاثر الفيروس عارفين كلمه فيرال ريبليكيشن تعرفين مشكله الفيروس هيباتيتس سي مثلا ده انه بينسخ نفسه
المفروض بسرعه رهيبه. فانا عايزه بس حاجه توقف ايه؟ ان الفيروس ينزل نفسه. حبيبي فالتي ينقص على الانتي تي سوري مش التي النار سيلز او الناتشر كيلر سيلز بتفرز انترفيرون. عارفين حقنه الانترفيرون بتتباع ب 100 يورو مش بالجنيه باليورو يعني داخله ب 9000 جنيه 900 جنيه الحقنه الواحده والعيال ياخد من واحده لاثنين في الشهر واللي بقى لي واحد في مصر الدخل بتاعه يسمح له بانه يضيف وهتاخده كله يحطه فين؟ لا صعب طبعا جسمك يعني حالك مجان عشان يدي على مين؟ الفيروس يعني بيكسر الليفر سيلز الفيروس اللي فيه تقول يا نهار ابيض الليفر سيلز تتكسر تفرق معايا؟ ما هو مين؟ انا بس اهم حاجه انا واثقه في الفيروس هي دي اللي هدفي الاساسي لو الفيروس خلاص وقف الليفر سيلز السليمه تعمل تخش السايكل تاني فاكرين؟ مش هي في ترانزيانت ايه؟ اكزيت تروح لا ده السايكل تاني وعامله ريفيجن وعددها يزيد تعوض اللي اتسقط او اللي ماتوا مع في بقى حته متقدمه كده مين يفكرني العدد الكلي بتاع الوايروس؟ 4 3 11 في بقى كان في مقدمه في بدايه البلاد في بدايه الوايت بلاد سيلز بس انا الحقيقه قلت مش مفهومها في الاول قتلتها لنخلص الوايت بلاد سيلز. ليوكوسايتوزز يعني ايه ده كده؟ طب الاول التوتال نمبر قلت لي كام؟ توتال ليموسيتيك تام اسمه كده. ده يجي في الامتحان اللي جاي ده يعني ايه توتال ليموسيتيك تام؟ واديني اكزامبل زياده النمبر ونقص النمبر. دكتور اتعدى بجهاز اسمه ايه؟ مين يفكرني اللي بيعد الار بي سي كان اسمه ايه؟ ايمو سايتوتونيك تام دكتور او دلوقتي اوتوماتيك تام ولا لا؟ الكترونيك انسترومنت بنعمل بيه اوتوماتيك تام. دكتور يعني ايه ليمو سايتوزيس؟ ايه ما حضرتك 11000 لو قلت عن كام؟ 11000 ده زياده التوتال نمبر اوف وايت ديزيز اكتر من 11000. انا علمتك كلمه الزياده لازم تكون بسبب مرض؟ لا ممكن تكون اسباب ايه؟ فسيولوجي فاكرين زي الار بي سي؟ طيب وممكن تكون اسباب باثولوجيكال معلش يا دكتور عايزاك تتعلم تفهمها ازاي؟ اسباب فسيولوجيه زي مثلا انا ابني شافي دلوقتي بتاع لسه كان 21 سنه افتكرني انا من 21 سنه وينوس وينوس شافي كان عنده دلوقتي كام سنه؟ 21 افتكرني انا من 21 وينوس يعني ايه يا ريت يعني المفروض تحارس لمين؟ دايما الست البريجننت عدد الوايت ديزيز عندها هيزيد ليه؟ هو جسمها مسؤول عن مناعته بس ولا مناعه الفيلي كمان؟ طب كون انها حامل لو انت مرض ولا كده فكر في مرض كامل؟ طيب لما تاخد يعني بص في البريدز وافتر ايه؟ ليه؟ وقت الرضاعه والبيبي نفسه فاكر قلت لك النيو بورن بيبقى كل حاجه عنده زياده؟ ار بي سيز وايت بي سيز كله زياده يبقى ديورينج بريجنس ليبر في الانفنس ماسل اكسرسايز بيكون عدد الوايت بي سيز قبل الاكسرسايز وبعد الاكسرسايز لو عددها ايه؟ زياده بعد الاكسرسايز في ناس بيقولوا ان الاكسرسايز بيخلي الفيسلز بتاع عارفين في ناس كتير يعني فيز تصب تاني في البلاد كتير بتاخد الويست برودكتس من المصل ترجعها للبلاد فمع الويست برودكتس الوايت بلاد سيلز اللي كانت موجوده بره في الصناعه تكتشف تخش في البلاد تاني فيبان كان عددهم زاد فين؟ هما كانوا في الصناعه تكتشفوا دخلوا في البلاد لكن هما العمل القصدي عادي مين يفكرني الوايت سيلز اشتغل في البلاد؟ هي اساسا في البلاد لكن لما عاوزها
يبان كأن العدد ده في ده ده تفسير. احنا مش عارفين التفسير الأساسي ده تفسير ليه بتزيد بعد الإكسرسايز. نعم انت ده ناقش براحتك. احنا لقيناها بتزيد بعد مين؟ انا مش طب ده هتبدل بقى حاجات احنا ما نركيش النار exposure to sun يعني تاخد حمام شمس اخد كول باس يقول لك عارفه اللحظه اللي الدوش الساعه بيزعل بقى بتعملي كده Bye.
طب عنده التوتال الجزئين بتاعه 11000 وعنده الايزينوفيلز 6% اقول له عندي معايا
شايف الأقدام الجاذبة دي؟ خففت منها فتفيد كان معانا خدنا